خدني بقى للكوره بقى كده، التفاصيل والدهاليز والكواليس وكل الحاجات دي. اتكلمنا عن نادي الاهرام بيصدع بقوه، ولكن تلاقي بقى ايه على الصفحه بتاعته الجماهير العظيمه لنادي الاهرام وبتاع، فالناس مش فاهمه هي ما فين جماهير نادي الاهرام. فاحنا انا عايزه منك حدوته نادي الاهرام. هو نادي الاهرام او نادي بيراميدز يعني زي ما هم قالوا عشان الخلاف مع مؤسسه الاهرام. هو الكلام كله او اغلب الكلام اللي ما بين الناس ان هو بسبب بدعم من تركيا الشيخ، بسبب الخلاف مع مجلس اداره النادي الاهلي، قرر ان هو يبني يعني يستثمر في نادي ويجيب صفقات ويبدا ينافس على البطوله. خلينا لو نحينا نقطه الاهلي والخلافات، فهو مستثمر جاي بيستثمر في نادي كبير في مصر، هيرفع حده المنافسه، هيرفع كمان الاسعار، ودي هتكون نقطه مفصليه لانديه زي الاهلي والزمالك لانهم انديه حكوميه. ولكن لو كان حد غير تركي آل الشيخ، اعتقد ان كان ممكن جزء كبير من الجمهور المصري يقبله او يقبل وجود المستثمر، برغم ان يكون في تحفظات على زياده الاسعار او على ان اللعيبه بتتجاب باسعار مبالغ فيها. ولكن لو حد لو انت هترفع سعر السوق كله كده يعني بالظبط. احنا شفنا اللعيبه بتتجاب بارقام خرافيه يعني في كينو محترف برازيلي جايب 10 مليون. لكن هو المؤكد ان الدعم من وزير الرياضه السعودي او رئيس هيئه الرياضه السعوديه رسميا المؤكد. رسميا مفيش حاجه معلنه، مفيش حاجه معلنه رسميا، لان هو لحد يعني اللحظات الاخيره لا انا مش داعم او مفيش حاجه مؤكده بتقول ان هو رجل الظل في الموضوع او الخلفيه بتاعت الموضوع. بالظبط، هو رسميا زي ما قلت لحضرتك مفيش حاجه مؤكده، ولكن في طريقه الاداره او طريقه يعني الموضوع بيوحي بكده يعني. الموضوع كله بيوحي بكده. التعاقدات اللعيبه البرازيليين اللي هي نفس طريقه تقريبا التعاقدات في الدوري السعودي، اغلب الانديه السعوديه بتجيب محترفين من البرازيل بدعم من مستشار تركي آل الشيخ. فدي بوينت. البوينت الثانيه في طريقه الصرف في التعامل، انها جت تحديدا بعد الفتره اللي كان فيها خلافات قويه ما بين مجلس اداره النادي الاهلي وما بين تركي آل الشيخ. فدي كلها دلائل يعني بتودينا لان هو الداعم الرئيسي للموضوع، وان كان ما فيش اي حاجه رسميه. خليني اروح معاك لحاجه مباشره كده وصريحه. في تدخل هيحصل لحل المشكله ورقب الصدع عشان الموضوع يتقفل بشكل كويس بخصوص الوزير السعودي ومجلس اداره النادي الاهلي؟ احنا شفنا محاوله من كام يوم من كابتن احمد شوبير في مكالمه مع الصلح خير وبتاع وكده. بالظبط كده. الكلام كان ان المستشار تركي آل الشيخ قال ان هو موافق على الصلح ومفيش مشكله، وان النادي الاهلي مستمرين في المشروع وكل حاجه. تاني يوم مجلس اداره النادي الاهلي كان عنده اجتماع، تجاهل تماما الموضوع ده. لا، في رانيا علوان تقريبا كتبت حاجه على الفيسبوك. هو تجاهل في الاجتماع الرسمي، لكن على الاكونتات الشخصيه كان في يعني كلام بما يوحي حتى من لعيبه زي وليد سليمان، بما يوحي ان الاهلي هو الاهلي يعني، وان احنا مش هنقبل. محدش يتكلم بلساننا. بالظبط. النقطه الثانيه بقى، ده القرار اللي طلع من مجلس الاداره الرسمي، ان محدش يتكلم بلسان النادي الاهلي الا المتحدث الرسمي. وده اثبت ان احمد شوبير ما كانش ليه علاقه بالموضوع، واثبت ان المكالمه ما كانتش سعي شخصي كده يعني. بالظبط، او ما كانتش انها مزقوقه زي ما احنا بنقول كده من اداره النادي الاهلي. الكلام بعد كده ان محامي من مستشار تركي آل الشيخ طلع اتكلم وقال ان المكالمه دي كانت جايه بشكل شخصي من كابتن احمد شوبير، محاوله وديه كده. محاوله وديه، ما كانش فيها اي حاجه رسميه من النادي الاهلي. وان هو الكلام ان الكابتن شوبير بيقول ان المكالمه كانت بسبب يعني جت بطلب شخصي من مستشار تركي آل الشيخ. كل ده كلام غلط، وان احنا مكملين في القضيه ضد النادي الاهلي. سمعت الاشاعه اللي بتقول ان الموضوع ده كله هيطلع الكاميرا الخفيه في الاخر، وان نادي بيراميدز مع النادي الاهلي ونادي مش عارف ايه، سمعت الخلطه دي اللي الناس بتحكي عنها؟ هو في كلام اتقال، ما كانش من مصادر قويه يعني. انا اعتقد ان هو مش واقعي، مش صحيح، مش واقعي. لان الخلافات كانت واضحه. الكلام اللي قاله المستشار تركي آل الشيخ على فيسبوك وعلى تويتر يعني بيفضح او بيتكلم عن كواليس النادي الاهلي، ودي حاجه مش متعودين عليها جماهير النادي الاهلي. يؤخذ طبعا على مجلس اداره النادي الاهلي الصمت، القبول بان ده يحصل من الاول، والتدخل من البدايه من ايام الانتخابات. ما يؤخذش ترفع يعني، لان الموضوع كان كتير. الموضوع زاد. الموضوع كان زياده عن حده جدا. يؤخذ على النادي الاهلي، على مجلس اداره النادي الاهلي، ان هو ما ردش في ولا مره، رغم ان المستشار تركي آل الشيخ اتكلم في اكتر من مناسبه. يؤخذ عليه ان هو ما ردش على كل الكلام ده، ولكن في النهايه انا اعتقد ان الصلح هيتم. الموضوع وده كان سؤالي، هل تعتقد ان في تدخل هيحصل ايا كان شكل التدخل ده، سواء تدخل رسمي او تدخل غير رسمي، ان الموضوع قريبا ينتهي؟ هيحصل وقريبا هينتهي بتصالح، ولكن
مش ان الاهلي وبيراميدز الاثنين هيمشوا في نفس هيطلعوا بقى مع بعض وكده. لا لا مش الكاميرا الخفيه لا، بس هيحصل صلح، هيتدخل جهات سياديه او هتدخل ناس اكبر عشان الموضوع يصلحوا ما بين يصلحوا ما يتقفل بين يعني، يتقفل الناحيتين عشان يتقفل عشان البلدين يعني في النهايه. طيب لو كلمت معاك عن اللعيبه اللي موجوده دلوقتي، لو قلنا مين اللي نجمه بيسطع بقوه وتتوقع انه قريبا كده هيبقى له حاجه مستقبل، سواء بنتكلم بره مصر او على الاطار الداخلي في اللعيبه اللي في الدوري المحلي يعني، في